تقارب؟ ألا تريد أن تأكل؟ ستتعلم المهارات وبعدها تأكل. اجلس 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 اجلس. هيا اجلس هكذا. اجلس. أجل هكذا. والآن تكلم 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 تكلم. تكلم. عو عو عو. أحسنت. والآن التقط العصا. الحقها. اذهب. راقبني وقلدني. رأيت؟ هذا سهل. عليك أن تعطيني الطعام لأستطيع تدريب كلبي. رائع، شكرا لأنك أعطيتني الطعام. لا لا، نفذ أولا. هيا قف، تمدد، تدحرج. على يدك. بقيت لك هذه، ستأخذها عندما تقفز أمام الدب. صدق الدب. أمسكتكم بالجرم المشهود. انظروا إلى أنفسكم، تشبهونني وتقلدونني ويلومني الدب على ما فعلتم. أخبروني، من أنتم؟ وهل هذا شكلكم الحقيقي؟
يا دوب. هؤلاء أصدقائي الجدد يحتاجون إلى المساعدة، هلا ساعدتهم؟ أرجوك. جميل أن يكون لنا أصدقاء في كل العالم. اترك الكتاب ولا تفتح عينيك، لن تجدني، لن تعثر علي. ابدأ البحث. كيف فاز علي؟ ستحل هذا اللغز لاحقا. هيا اختبئ. حجرة بكرة، هيا عدوا معي للعشرة. 1 4 6 8 9 10. أنا قادمة. ماشي ماشي، اذهب واختبئ. يلا يلا. حجرة بقرة، قال لي عمي عدي للعشرة. 1 5 7 4 10. حسنا كما تريد. حجرة بقرة، هي عدوا معي العشرة. 1 4 6 8 9 10. ها قد انتهيت، أنا قادمة. Thank you.
أبحث عنك أنت. أنت لا تعرف أن تختبئ مثلي، تحتاج لخبرة. وجدتك. وجدتك دبدوبي، عثرت عليك يا دب. ها أنت ذا، عثرت عليك مرة أخرى. اخرج، اظهر وبان، عليك الامان. هيا هيا هيا. هنا سأجدك حتى لو كنت على القمر. ننقل لكم بثا مباشرا من ملعب كرة القدم، حيث ستقام المباراة النهائية التي ستحدد الفريق الفائز بالبطولة. دخل الفريقان إلى الملعب ولم يبقى. بدأت المباراة، يترقب الجميع بلهفة. يحتفظ فريقنا بالكرة ويراوغ بمهارة، يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم وهم يقتربون من المرمى. يتهيأ اللاعب للتسديد، تصطدم الكرة بالعارضة ويلتقطها حد. سيداتي مساء الخير، ومرحبا بكن في حلقة جديدة من برنامجنا. سنتحدث اليوم عن طرائق تخفيف التجاعيد بالبشرة. التجاعيد؟ اكتشف العلماء أن المستحضرات التي تحوي خلاصة الفواكه تساعد على التخلص من التجاعيد التي تحيط بالعين. لذا ننصحك سيدتي باستخدام هذه المستحضرات، ولا تنسي قناع العسل لشد البشرة، كما أن شرب كوب من الكاكاو الساخن ينشط دورة الدموية في أوردة الوجه. تجنب التفكير فيما يوترك، وخصصي وقتاً للاسترخاء. وفي إمكانك تنشق الهواء وممارسة التمرينات الرياضية كاللعب بالكرة، فالرياضة ستفتح مسامات البشرة. ولا تنسي تمرينات التنفس، خذي نفساً عميقاً ومدي يديك، ثم أخرجي النفس ببطء شديد. ولكن تذكري، هذه الحلول ليست جذرية، وأن عليك أن تتقبلي التجاعيد. إرحال عني. قد يزيد الإجهاد والتوتر من ظهور التجاعيد، لذا عليك سيدتي الابتعاد عن كل ما يسبب لك الإجهاد. هات 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 هات. ياي ها، أذهب إلى الغابة وإن ظهر ذئب. كنت أجرب. تمام التمام. هيا أسعي، بسيطة، سأشكوك إلى الدم. إيه؟
الشوط الثاني من المباراة. لم يتوقع أحد أن يحدث ما حدث في الشوط الأول، فطرد اللاعب كان قراراً مجحفاً اتخذه الحكم. دخل اللاعبون الملعب الآن. اقترب الشوط الإضافي من لحظاته الأخيرة. سأهاتف الدو. يحاول هداف منتخبنا إحراز هدف في آخر لحظة. والآن سأهاتف الدو. يتخطى الهدف دفاع الخصم. سأدبدب الهاتف. ولم يبقى أمام هدفنا سوى حارس المرمى. والآن أرى. Thank you.
يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام، جيت لأهدي يوم السعد هدايا الأحلام. يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام. يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام، جيت لأهدي يوم السعد هدايا الأحلام. يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام. ذلك موزع الهدايا، صدقني. إلى اليسار، اسرع اسرع. مرحا، لقد عثرنا عليك. مرحا، أأنت بخير؟ شهيق، والآن زفير. شهيق، لا بأس عليك، أنت تحتاج... تحتاج إلى الراحة. ها! لا 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 لا، يجب أن نساعد هذه الشجرة. انتهيت. 8-19، انتهينا من تزيين الشجرة. يوما سعيدا لكما. عد ثانية ولا تنسى الهدايا. قل نطير إن عطاف.
نحن آسفون. في الحقيقة، طيب سأقول لك ما حدث. يا سلام، الجو تمام التمام. تمام التمام. برم برم برم. ساعدني هلا بوقفها. كيف سأوقفها؟ انتبهوا انتبهوا، أين الزر الذي يوقف هذا الشيء؟ لم أقصد أن أؤذيك. أعترف أنني أخطأت.
لكني أستحق ذلك. عجبا عجبا، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة، سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول فعل.